ক্যান্ডাইজ করবেন না। হ্যাঁ, তারা নতুন পড়া যারা পড়া দেননি তারা আগামীকাল সবার আগে পড়া দিবেন। ওস্তাদজি কালকে 8:30 থেকে আরম্ভ হয়? না না, এটা 8টায় শুরু হয়। আমি তো 8:30-এর জন্য ঢুকছি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। আউযু وكذلك أعثرنا عليهم আচ্ছা, সবাই বললে কারোরটা কেউ শুনতে পাচ্ছে না, একজন বলেন, কে বলবেন? একজন ওস্তাদজি, একজন يعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة ليعلموا أن وعد وعد الله وعد الله حق حق حقنا حق حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. السلام عليكم. إيه اللي عندها بعد كده قرنتو؟ كم جاي؟ فلا طولا. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن للشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي
ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين سنين وازدادوا 9 এই পর্যন্ত থাকবে আরেকবার পড়ে দিচ্ছি কালকে আগামী কালের জন্য রেকর্ড শুনবেন রেকর্ড ইনশাল্লাহ এরপর আমি আবার বলছি ওয়াকাযালিকা আ'সারনা আলাইহিম লিয়া'লামু أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا مسجدا سيقولون 300 كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 এই পর্যন্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ